شو بقولكم؟ والله كما بصدقون اني راقد في حلات رقادي في عز رقادي. شو تهلعت علي؟ وطلبت يبوا لي مروب سيرفس روب، وداق على بالي روب مالهوش، روب مالهوش ولا يوجد الا هناك في فريج العرب عند هاك سوبر ماركت عود هناك، وما لقيت عندهم. جابوا لي هوش روب عادي، وحمت هل على روب وسح، كان حد يتهلى على روب وصح ينشم رقاد، انا حد يتهلى على روب وصح ونشم رقاد مخصوص عسب ياكل صح وروب، هذا انا. سبحانك يا رب، هاي ابوك شاوتن فيها العافيه. لا ارويكم بعد غير نمونها، بعد قهوه كان يحد ينش يتقهوى، والله انها حاره دله. هاي الدلة دلال عاديات، العاديات يعني، لكن هاي تشوفونها أخير دلال للسفر، هاي من أخير دلال اللي الأول المعازيب الكبار يستعملونها يعلهم الجنة. هاي الدلال اللي ما شي شرات دلال، شل لتر ونص أو لترين قم عاد الحين فتش رترلين رتر رترلين المهم اثنين رتل لتر لترين ثارة. الله يبوكم يا الدلة تحرحتها وهم ملقمة. هاي الدلال من الدلال الأوليات اللي مع عزيب الشيوخ كلهم، يعني الله يطول بعمر الباتين ويغفر للأوليين. هاي الله يحفظكم، الدلال رخاص عيال، وشلكم منهن هاي الدلال الاول يستعملون للمقانيس، سيارة المقناص حق اليوم بيسيرون بوقت الصبح بيسرحون قهوة تتلقم بهذه. ماشي شرات تدل في الدنيا العودة، وتصف انت بتجهوي 40 نفر، وبعدها بترد بتجهوي 40، بترد بتجهوي 40، وهي ما عبرت وتازم حارة ضوء. سبحانك يا رب، اي والله كل الزمن ولا يعولن ولا يعولن هالدلال، ولا يعولن وايد فنانات هالدلال. وتملك هوا حار عين متملك قمه من امس من اول ما يجي، والله وقسما بالله العظيم ينها حار ضوء تحرها توها مزلوله. اقول لكم ترى السح هذا صقعي اللي خبرتكم عنه المساعي، هذه صالق تحرها حلوه، هذا صقعي جاي لنا من السعوديه، حد رجال جايب لنا يبيعه وجايب لي كراتين من كل واحد ونسيت عاد والله، لا اعرف كرته ولا اعرف اسمه ولا اعرف جو علمه شو اخباره، لكن هذا السحر اللي من عنده هو الرجال حين تذكرته، جايب كم من نمونه خلاص، وجايب ما ادري شو مبروم ومشروم وما ادري شو بلا هو كل شيء جايب للغاثه. شو بالله عليكم كبكلت، يا رب الحمد لله رب العالمين. مشيت دهما قال لي ما ادري شو، قلت له تو بعد ما قلت له وحده هنتينا طاسة مكبرها كبر طاسة الغسول، ما دريت انه مبين كبار طوس على هالمتن، الحين بتصير دم فاسد، تعرف شو بسوي؟ بحطها في الثلاجة، بعزل على واحد منهم باكر الصبح ياكلها، شو بسوي؟ روب قليط بعطيه نمونة. الحمد لله رب يا حظك مبيني رقاد، الله اعلم. يلا بنار مساعد بكرة، يا خوفه ليكون هذا جات لك ولا هذا اللي خوز الرقاد هذا اللي جايني الحين. يلا ما الله تصبحنا على خير. وايد خالي يمكن حد وعي له شياده. بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، الناس كلها ركود، ما حد الا انا واعي، ما حد الا انا واعي، الناس كلها راقده. لا حول ولا قوه، وين بيّر رقاد الحين؟ ما شبعان رقاد، شبعان رقاد، وين بيّر رقاد الحين؟ لا حول ولا قوة، شو أسوي؟ ياهي محنة، يلا برايكم تصبحون على خير. خالد الخالدي قال لنا هذا لازم تشلونه، هذا يسمونه شو؟
لا 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 تحدى على املاك الغير يا اخي. هذا هذه املاك الحكومه يا خالد. خالدي شي قال؟ قال هذا غلط يا لازم. عمي خالد هذا كلامه غلط. هذا مال الحكومه. هذا ما يخلي الشيء. هذا مال الحكومه. ما يخلي الشيء تكبر، عرفت؟ كيف انت؟ بارك عيدك، عساك من عوادت يا رب العالمين. ها طالع الحلوين، ها ها شو محلانا. مشكور مشكور على الفوفاية يا ابو محمد، على في ميزان حسناتك يا ربي مشكور وما قصرت. بس اباك تعطي طرش لي على الواتساب مال الكيس، الله يعز الله ويك مال السماد. ها 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 اذكر الله اذكر الله اول الله. من انت يا زار؟ مين انت يا زار؟ مرحبا مرحبا مرحبا. شو مساء الخير يا صلاح، كيف الحال؟ وين رايح؟ لندن. نقول لندن لندن لا تقول بنكوك. سبايدي كاب ويانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. صباح التايلندي الفناني اللي ماشي اشارات الصباح في الدنيا العودة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. على فكرة ابراهيم تو داق علي الباب. نش قلت له هاي اول مرة بحياتي ابراهيم ينش قبلي. ابراهيم ينش قبلي يقول اظني بعد مطار خارج. انا اسمع الجامعة طق 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 مطار كنا لكن الحين بيكون هذا طريقنا. شو هذا؟ من السيارة الحين تمشي الشارع الرئيسي بين الشارع وبين سكة الحديد اللي فوق شيء رصيف تمشي بمعلق. هذا يوديك بين المولات يخطف بك الدنيا هاي كلها لين آخر الدنيا. إن شاء الله بنظهر حين أشوف وين خطف القطار تحت شيء رصيف تمشي عليه اللوادي. رصيف معلق ارتفاع أكثر عن 15 متر يعني عن مستوى الأرض. بنسير بنخطف عليه ونحب نسير جسيد هناك بنتمشى. شلكم أهل بريوك سكروا قالوا أبوي أنت وايد أخرتون حن الساعة 11 نسكر. تبور ريوك أبوي طلبوا في حجركم وأدوا عليه بيزات اللي أديتوهن مع البلاش اللي تابع الغرف صار دم فاسد. أنت وايد أبقيتو ما شاء الله مطر ثارة سبحانك يا رب. هي والله مطر صبيب دلتنا زبت على ما تشوفون مرة زاه برغب واحد حين نخليها أبوي لين تركض لين تركض 10 دقائق 5 دقائق ها قدت على ما تشوفون. خمس دقائق مكونات 3 أو 4 تروس مسمار الزعفران. أنا ما أحب إنه يكون بسيط الزعفران، أحب الزعفران في القهوة ما تشوفون. والقناد ما بوايد عادة خاشوقة واحدة تكون الصغار ببزورة لين عينها. شو السبب؟ لأنها كثرت قناد يخوز مفعول القهوة ويخوز طعمها فتعزب لها كلها البواد العطرية فلازم القهوة تبين ريحتها. خلاص الحين ركنت الدلة صفت. أيوة. وفي النيالة هم أسبوعي لو في داري غضاء في النيالة هم أسبوعي لو في داري غضاء. على ما تقولون ها جاء من جدل بدوعي كوس الريف هو في النيالة هم أسبوعي لو في داري غضاه من ريم ماخذ نوعي عين وخد وصفاه يشبه ريد الصنوعي ماخذ منها القطاه شيل الهند اللموعي على فقره محلاه. هذه اللي خبرناكم عنها الصبح. هاي من قصيد محمد بن كاسب المهيري. هاي من قصيد الأولي من القصيد الأولي وما زين القصيد الأولي. قب 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 راهي افتح افتح الباب بسرعة. يا مرحبا يا مرحبا. القدبة ها؟ ليش؟ وين وين؟
ريوك الحين طبعا حبي يا حبيبي صح موجود والقهوة موجودة شو جابوا هني الحين طلبنا الحين بيبونه شو تريد انت الحين صلاح وهذا كله رقاد انتو ابو خلو ها اسد اسد للساعة كم رقدتو الساعة كم في الليل من البارحة بالليل اذا تيجي نوم على عين قوم انت تعرف متى انا ينوم 9 الصبح 9 الصبح انا راقد انا اذا تيجي نوم على عين انت تليفون قوم لا اله الا الله ايلس ايلس خالد ها بدني خلي هذا ابراهيم ودر التليفون تفتح الباب يا ابو الريوق طالب الريوق هي عيشوا انتم صايمين شر بالريوق يا صلاح شر بالريوق Good morning my friend. Good morning. Good morning. Here please here. وصل الريوق نحن نطلب الريوق النفاريد. لكن إن شاء الله إنه يسد الأربعة. يسد أربعة أنفار. لو تطلب النفاريد يسد أربعة. الريوق نطلبنا بالريوق مال الشرق الأوسط. يعني عربك بريكفاست. بيض وحمص. وفود وخبز وخضرة فواكه وحليب شاي حليب وعصير برتقال الحمد لله شد السس انت شد السس شد السس تلفون احنا طيب نصل الهاف والحال لله وين بخشيش يلا بخشيش وين وين منو بيوقع الفاتورة؟ ها عط البيزة اللي تعاره. وين قرم ها هاكل ها يلا. هي هي لا بيب ها. ها صلاح ما سويت لك شكرا الله عافاه ما تعرفه يلا والخبز تحرم ايوب حق هوش يابس ما ادري هي كانت حاطين ليمونتين خبز لين هناك وخبز هذا اليابس اللي هني كانها شيء هذا اللي هم بصره فيه تذكرت الاول يوم كس الخبز للهوش سبحانك يا رب صلاح شوي شوي ما حد يربع وراك شر وشر وشر شوي شوي كل بالخاشوقة حبيبي ما هذه وادي لا لا خاشوقة صلاح لا تغمس بالخبز حبيبي كل بالخاشوقة وكل بالخبز الحين قبل شوي مريض منو أسد ليش يسوي زكاه انت بقى زكام في زكام هو يناخر في الليل لا ايه باخر شو يقول ايش صراحه هذا يناخر ابراهيم ها ابراهيم ما يناخر هذا ابو ساد النخيل كم نمون الحين كلت انت روب وعصير وفواكه وحليب وعصير برتقال ليش انت هالشكل؟ خيخ لا انا بقول المشيخه لا على هواك انت حتى في الروب المشيخه الله العظيم خردنا الباح جبنا فلوس مال تايلاند متروس بنعطيكم انتم فلوسكم ونحن فلوسنا ليش تبى الفلوس انت؟ بصل ها؟ بصل؟ ها ها ايه اثنين انت تدز الباب ولا هو يدز الباب يفتح الباب وانت ود الطاوله ايه لا من ياي تعال الطرف هذا وين هي شو بعب وين هني ايه شوي شوي يلا دز الطاوله يلا بسم الله هدوا المسلسل هدوا تراه وياكم هدوا ياكل عشاكم هدوا دول مسلسل هدوا تراه ويا ها ها اي ها يلا 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 لا تساعد لا تساعد اسد
يعلق انا عندك. شو طالبين صلاح؟ خل صلاح يوقع، خل صلاح يوقع، خل صلاح يوقع. ما في رقم غير رقم، تخبر هي تكتب الرقم، توقيع كله صلاح يوقع. ايه خيخ. روم نمبر؟ وين روم نمبر؟ انا 3101. كم رقم؟ 3101. هاي 3101؟ شكرا. يلا اكتب له انت خلي صلاح. يلا هذا الكرسي يا ابو. لا هناك، لا بنظهر اول بادي من الطرف هذا. خاري مطر صبيب صبيب، فلذلك الحمد لله هذا الممشى المعلق وايد ينفع، ينفعنا نحن ينفع غيرنا يعني، فبالاخص الصلاح. هذا الممشى مظلل على الامطار وفوق مرتفع عن اللغط وعن الخياس وعن السيايير، فلذلك الحمد لله رب العالمين. يسر وين ابراهيم؟ حد راف ابراهيم وين؟ هذا كذا الظفرات. شو بانا اسوي؟ احنا ظهرنا من فندقنا، يظهرنا من الفندق هذا. شو ولد خاوي عرب منا هاك المدخل مثل السرداب، يظهرك على المول هذا، تدخل المول هذا ولا العلم ما تشوف. ها مول في مول، مول في مول. نحن الحين بنظهر من المخرج هذاك، بنسيب بنظهر خاري، تروم تجلس في المول هذا الى ما لا نهايه، مكان وممرات واسواق وشيء جميل يعني. كان احنا بنظهر شيء تمشى شوي خاري. برده في الدنيا من الامطار، ها برده في الدنيا. لا اله الا الله. شوف انا عليك صبيب صبيب. صلاح مطر؟ اي والله. الدنيا كلها مبحلقه، السماء مبحلقه، والحين صبيب المطر ما شيء، غمض برد ما شيء، مقدمات شيء، مقدمات ما شيء، يتجامع السحاب وتظلم الدنيا وخرافي المطر. لا غمض برد في جيل يا رب ارحم. صح صلاح؟ صلاح يقول صح. الوارع مستقر والمطر على ما تشوفون، ها صبيب واحد. صلاح ابوي عيز من المشي قال يبوا للكرسي، يبنى للكرسي، والحبيب مشغول ما شاء الله. الوالد حبيبي يلا يلا. هذا سيام برقو، ها هذا سيام برقو، نمل نمل العوادي. شو صلاح وايد ناس؟ متروس؟ قلنا لك متروس ناس يا صلاح متروس. ها هذا فلان وولد روس مثل الطيارة. يقول شرات الطياره ابوي منزور المكان هذا. تحدون احمد، هذا ابوي احمد بن فاضل الهاملي. انا مصور ويا اخوك في مكه، صح ولا غلط؟ نعم نعم. ايوه العام. نعم زين. وانت من وحيده؟ زايد. زايد والله والنعم. وانت؟ لبيت والله مليار والنعم. لبيت؟ لا 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 ويا اخوك الله يحفظه. حاضر العرس انت؟ حاضر عرس اخوه، حاطنا في اليوتيوب انت عرس حاضر بن احمد. اي نعم اي نعم صحيح. الله يحفظكم ان شاء الله. برد ان شاء الله، برد بيكون غدانا اليوم في سيام باراغون، مطعم تايلندي. انا والاخ الحبيب ابراهيم توفيق وصديقنا العزيز اسد والاخ الشقيق صلاح بن احمد بن عبد الله احبك العافيه الخالدي. بنتغدى ان شاء الله في اليوم في مطعم تاي فود. تاي فود تنقلنا المطعم صاحب صديق قال ابوي لا ارغب حد يذكر اسمي ولا علم ولا خبر، يدخيل والدي. قلنا ان شاء الله
بالرغم انه شخصيه مميزه والكل يعرفه على حسابي، فلذلك اضطرينا ان نحن ما نظهره ولا نصوره ارضاء لرغبته. يعني على فكره اليوم في شيء مناسب عندهم بالنسبه للورود، اظني اعتقد ان عيد ميلاد الملكه، اتوقع والعلم عند الله ان اليوم عيد ميلاد الملكه، فلذلك هاي احتفالات عندهم، فشاكين الدنيا كلها ورود. اشوف الكوز هذا اللي تشوفونه، هذا كل ياسمين هذا اللي تشوفونه، كل ابداع عندهم الورود، عندهم شطاره مهاره ما شاء الله ما صارت ولا سوت على حد. واليوم وين بنصير نتغدى؟ اي مطعم ابراهيم؟ تاي فود تشاينيزي؟ لا تايلندي ما شاء الله. لا ما بهندي، امس كنا هندي، اليوم بناكل في تاي فود. زين صلاح وين؟ شيء قبقوب، شيء نغر وربيان، كل شيء زين اليوم بنتغدى. زين ان شاء الله. والحين الله يحفظكم بنصير نسوي ريولنا بادي كير في سيام سنتر، الحين ظاهرين من سيام باراغون بنصير سيام سنتر. وهذا تشوفون خرطوم، هذا خطفوبه وقت المطر يواصلوبه بين المولات. الحين ظهر اخر، يلا بس طلع. لا انت اول، انت اول، انت اول الاولى. ها هذا بينهن، بين المول هذا وبين المول هذا. ها ابراهيم مخوفك يا ابراهيم، وايد تتروع. ايه هذا تبارك بالنواس الاقدام، ما يهم الظرم سنة الدقيانوس من ينها من حد. هاي يمكن الجدام خضر، هاي بصر والله عندهم بين المول والمول. لا يعني تقريبا شيء 100 متر، المتر اللي 100 متر مسويها. شوف بصايرهم مقواهم. هذا سيام باراغون وهذا سيام سنتر محليفي. شوف خطهم مسوينه. يلا يلا صلاح ماشي، انا قابضنك، انا قابضنك. شوف الشعب خدوم فوق ما تتخيلون. تباهي هالمحل، شوف البربل، كل شيء عندهم بنفسج مسوينه، العلاقيات ما ادري شو، كل شيء كل شيء، ستاندات الطاولات كل شيء بربل، وخالطين مع اللون هذا عاد الارضيه ما ادري كيف، والباقي كله بنفسجي. ما شاء الله عليك بنفسج. ضارين نينا ودي تايلند في السنه ولا نيها وديناها وديته لو ثلاث، لازم اني هذا انا وصلاح واللي ويانا ونتفيزر يسوون ريولنا ويدينا عاد السنه هاي حينه. تكلت نظهورك ما شيء تام منها. اي والله ليش اسوي هذا اخير مكان حق شخصين، فيزر ابوي صلاح وابراهيم، يسووا لهم ريولهم ويديهم، وانا واسد ان شاء الله بنجلس. وحين بنسوي عقب يعني انتظار ساعه وربع تقريبا بس جلست. الله يسلمكم، ارمس التليفون وغافلني اسد وصار قبلي، قرب الله تمحي افاده. اي والله لازم اتريى واحد منهم لين يخلص. ها صلاح مضبوط؟ ايوه يا سلام على ابو خليل. يا حافظ يا حبيب ما شاء الله على ابراهيم، تكلفيت عندهم، كلفتون المحمري كلفتون. صلاح ارفع ريولك، ارفع ريولك. ايوه ريل ثانيه. ايوه ما شاء الله. باني ما ادري شو يبقى، شو بتخبرني؟ ها 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 شو صبغ شعر؟ لا 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 ما يحتاج شعر اسود. ايه زين بعدين. الله الشارع هذا معلق بين المولات الفنادق والاسواق، هذا معلق اسمه سكاي لاين. سكاي لاين انا عارف اسمه من زمان، الحين اذا حد ذكرني فيه وتذكرت غير تخبركم عنه. انا دوم اقول رصيف المعلق، هو بالعربي رصيف المعلق لكن بالانجليزي اظن هم روحهم مسمينه سكاي لاين، فاسمه سكاي لاين. يا سلام سلم على صلاح، يا سلام. هاي بقول الطاحي مع الحلق، يطرون هالمنظر، يطرون هالمنظر اللي تشوفونه، يوم يقول الطاحي مع الحلق.
يلا عتون المحمل صلاح احس دفعت فلوس يلا الحين باجي كم بخشيت لا لا اي 1000 زين قولها هم اني وين الو قبهم بخشيش قبهم تشينج ثانك يو صلاح ثانك يو ثانك يو جيلز وقف المطار الحمد لله اي والله تروح تتحرك الحين اليو عليه في الدنيا كله فينا الحين حلينا المطعم جايين بنعت واحد صاحب صديق ذويق اكيد رقم واحد من رواد تايلاند قالنا سبت صيام ما جربت المطعم هذا ترك ما اكلتوا تاي فود وجينا اول ما دخلنا بعد قطنا بعد بنيات بناتي عرفنا قال صبتوا الهدف في مئيتكم للمطعم هذا فنحن بنيربه برد عليكم الاخبار يقولون بتغير نظرك في كل مطعم تايلاندي كل فيه في هالبلاد كنا ان شاء الله وفل المطعم زحمه ما شيء ولا يمكن طاولتين فاضيات الماي هذا هاتهم يوم سوب مالهم ما يبالي كلام وهذا صلاح خطر عليه رول وأسد كذا الأمثال وهذا بتوفيج وانا يواع ميت عاد أنا روحي حدث ولا عرج بنسمع لهم زين صلاح شو بلا شو بلا حار حار شو هذا الشيء لا بتتم صلاح شو صلاح وايد حار ابراهيم لذيذ ابراهيم يبوك حار بوطك حب الله يلا stir fry crab meat with chili هي crab leg with curry زين tom yum fried rice هي stir fry crab meat with chili and this one deep fry shock shell crab with garlic same tom yum thank you أكلهم كله مميز وكله زين المطعم هذا وأهم شيء أنا اللي أنا أنصح به توم يوم رايس هو هذا عبارة عن ربيان 4 أو 5 حبات ويا العيش ويا حمسة بيض محموس ويا ما أدري شو بصل وايد أشياء لكن لذيذ طعمه نحن طلبنا 3 صحون لو نبغى صحنين طالبين صلاح مضبوط Where is our order? Yeah. يلا. اللي نحن طلبنا حب أصوركم إياه حد تعرفه هو أكلهم كله زيت لكن في شيء مميز اللي نحن اخترناه. One. Where? يلا. This is one. Curry crab leg. ها curry crab leg. أسبوع القبقوب على الكبيرو هذا عادي وأكثر عن عادي. Where this? Crab meat stir fry with chili. هذا وايد زين. Crab meat stir fry with sweet lip. هذا أحسن عن الزين. هذا وهذا. Yeah. هذا زين عادي يعني العادي. Deep fry crab meat. Deep fry shock shell crab. هذا القبقوب اللي يلد ماله ينكر هو مع ظروفه وكل شيء. عادي بعد زين. هذا توم يوم فراي رايس ولا الشرم هذا أهم واحد فيهم كلهم هذا توم يوم فراي رايس والشرم هذا أهم شيء هذا من أهم الأشياء اسمه سويت ليب كراب ميت ستير فراي ويز سويت ليب هذا وير ذا نيم وير هير نيم اور داون هذا الاسم تحت نيم ذس وان هذا اسمه هذا من أهم الأشياء هذا مع اللي تو خبرتكم عن العيش سوق مالهم لا يعلى عليه فوق عن الزيت زين أكلهم مميز لكن مش كواوي فلفل وايد بي فلفل ما تروم تقولهم لا تحطون فلفل لأن هذا أنت جاي مطعم تايلندي ولازم الفلفل لا بد ولا عذر منه شو الفلفل دوخ لي راسي أي والله شو صلاح صلاح عرق
في فلفل ولا ما شيء ولا دواء. شوف العالم اللي خارج، في العالم اللي خارج المطعم اقولكم هل مو من ماشد حطرينه في مكان الا رب العالمين من زرع لين عينه ولا طاوله الحين عندهم خاليه. ها طال العالم اللي خارج هذا مطعم التاي فود اللي اليوم تغدينا عندهم اللي في سيان باراغون في الدور الارضي من ألد واخير اللي حيد عمري عيب التاي فود. اي المطعم اللي يبي يرب لي لانه مش مكان مال تجربه، هذا مكان مال عشاق التاي فود. فلذلك المطعم في منتهى الروعه، فنان ولا علي قاصر. تعرفهم هاي؟ ما بصور ها. لا 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 طلع شوفهم ها كلهن اصدقائك شفت كلهن يسلمون عليك. يلا 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 يا الربوان مكثره كان تمون ما تحيلنا اياه. هذا اول هذا اول مره ني وصيحون يقولون فنان بني اربع الحين هاي شوف فن ها واحده اثنتين ثلاث اربع يايات يسلمن علي انا ما قال اني بنسلمن عليك بيوم انت تعرف شي خصك ما يخصك فيها ما يقال ما يبن ما يبن صلاح شكرا. يلا شوف هاي وحده هنتين ثلاث قلت لها انت بن صلاح تبني صلاح انت وي يبنك اهلا صلاح صدق صلاح زين يا ما شيء مشكلة. يلا المنيو مالهم محل سويت لكن عالم كل مشتقات من الهمبة والناريل كل مشتقات من الهمبة والناريل. نحن طلبنا الحجم الكبير العائلي هذا أكبر واحد نحن هالي طلبنا اسمه رويال كراو مانجو هالي نحن اللي طلبنا هي 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 وهذا وياه ظني السوس ماله. تروح الطلبات شيء غير نمونه. هذا عباره عن شو شو اسمه حينا؟ ما تعرف ان اسمه؟ جرب ويانا. لا لا ما في لا لا بلا جرب والله شكله فنان. عارفين عليك ان تجرب. شكرا جزيلا. ساعتين ثلاث ساعات قبل ما نضرب شويه يعني داعي يسلف رجل. الله يسامحك يا خالدي ما حصلنا حجز في المطعم سويت زحمه قالوا لنا بسبه خالدي السلام ورحمه الله وبركاته يا جماعه اللي عنده رقم خالد الخالدي وهو الحين في بانكو يعطينا رقمه ولا يعطي رقمي و... السلام ورحمة الله وبركاته يا جماعة اللي عنده رقم خالد الخالدي وهو الحين في بانكو يعطينا رقمه ولا السلام ورحمة الله وبركاته يا جماعة اللي عنده رقم خالد الخالدي وهو الحين في بانكو يعطينا رقمه ولا يعطي رقمي و... السلام ورحمة الله وبركاته يا جماعة اللي عنده رقم خالد الخالدي وهو الحين في بانكو يعطينا رقمه ولا ماشي قهوة مزين ماشي ما تبى الحين خلاص هي بالليل قهوة يعني في الليل ما يشربون قهوة اثنين شو هي سهرة العصر العصر والظهر وفي الليل كل وقت يشربون قهوة ها أصب لك ولا ما تبى غيرتوا رأيكم صلاح صب لي فنيان الحين بنشوف محمد يشربها شوي شوي ولا نفسك انت ما شاء الله عليك شربت على وديتين تقول باردة عمويه بعد شوي ييب عادة خالد واحد فلاح بن زايد يقول لك يوم يجيني محمد بن زايد ياخذ فنيال قهوة واحد بس ايه هني زين احسن هني اثنين اثنين واحد اها ايه اشوف احسن اشوف اخوه صلاح اسد يشرب قهوه وايد ولا شويه؟ واحد
واحد بس؟ اثنين. انا واحد بعد الحمد لله. السلام عليكم محمد. قلنا بنطرش لك يحو، قالوا ساير تايلند. صوري له اليحو، يوم بترجع ان شاء الله بالسلامه، فالك طيب. مختلف علينا كل انت يلا الا انا خارج شرق وهو ينخر غرب. شو يا انا يوم اعترفت انك لا انت تنخر وانا اسمعك. لا انت تنخر وانا تنخر. المهم ابوي من هنا ونحن ابوي الجو كله مخترب، رقاد النش صلي ناكل نرد نرقد. شو امور وايده. هي واحنا ابوي نازل حقهم صلاح، حد عنده تحت قابضين حريم، قال هو تعال يا الحين نازلين له. هاي ابوي فواله جايت لنا ابوي من عند هالعيمان، واللي جايب الحين لفواله تقول من هل العين وساعة تقول من عيمان. من وين؟ فروم وير؟ فروم وير؟ كم؟ العين ها تو فاميلي. تو فاميلي. وين فاميلي؟ فروم العين؟ نعم. عندي اذر فاميلي فروم عجمان. نعم. هي فروم العين هو مدام فاطمة. هي فروم عجمان. فروم عجمان مدام نوز. أو المهم كل مدام بو مدام طرشين الفوائل هاي كلها. المهم شكرا اللي يندبوا هالفوائل وطالت عماركم، مشكورين وما قصرتوا، جزاكم الله كل خير. نو فروم ذا بيجينينج مشكوره وما قصرتي على الله يحفظك. يا اغنيه هذا صلاح وهذا محسن وهذا انا وياك لنا ابوي هالورد الفنان. ها نمونتين على طولك ابيض وبينك وبينك باسكت وبسكت اند سويت. وبعد هذه من غير ها اون. ثانك يو فيري ماتش. ويلكم ايد مبارك. عيد مبارك اون. يو نو ماي براذر ابراهيم. يا اي ريمبر هيم this one. Hey. This one new. I don't see you. How are you? Fine. Thank you. صلاح سر بصبرك عند الحرمة. صلاح سوي. It's Bubala صلاح. صلاح. Good. قولها how are you. You. لا كمستك. كم خدا. لا صلاح. لا صلاح. صلاح. ويسك قولها كمستك. ما أعرف. أنت ما تعرف الله أكبر. لي بغيت عرفت. هلا ساعات اخ بسيرون فريج العرب. زين زين سيروا تمشوا تفرجوا. زين شربوا كوفي. لا عارف مشكله انت ما مشكله. يوم بتون ندق علي الباب حميد انا. لا تسير سيدي حجرك ورقد وباكر بتلاقى في المطعم بتسير تريق اول ان شاء الله. زين خلاص هاشم حبيبي والله بالله خلي بينام خلي منو؟ ها واو بلا خلي نام ما تباه؟ خلي نام نام خلي تعال 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 على ابراهيم. لا لا خليه بابا وجرد. لا يقول لك ما بدق عليك الجرس هو متلوم متلوم لانك من ساعه دق عليك الجرس متلوم متلوم بعد. لا لا حبيبي عادي دق علي الباب الامور طيبه عليك. لا دق الباب ما عندك بيت 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 فوق بيت. شو بيتي بيتك صلاح بيت بيت بيبك بير بيبك بير لفوق تبني بير. هي لا تبلتي باي باك تصير المطعم وياه. هي لس هو بيبك البير. شكرا شكرا حبيبي صلاح شكرا شكرا يا صلاح بمال ده لا تاخرون. ايه يلا لا قدام ورا ايه. يا سلام يا سلام على صلاح. يلا ايوه يلا بارك الله فيك. ثانك يو. No, we will stay. We will sit here in the hotel. Okay. We'll not go. Where you want to go? Everywhere you can call me, sir. Inshallah. Give me your card. A card? Please, card now. Oh, send it for me. Okay. And in the what? In the.
اذا مدام شي نو ماي نمبر. اوكي ثانك يو. يلا باي 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 باي. هذا اسبوع العام نفس الشيء مطرشين الافواله هم هاي العرب اللي العام هم نفسهم السنه مطرشين ابوي العام سله فواكه وسله شوكليت زين. والسنه طرشوا ابوي نفس الشيء سله فواكه وسله شوكليت وباقتين ورد. هل تشوفونه وحده بنفسجي والثاني هالنمونه ونفس طريقه الورد بعد العام يا اذا تذكرون في حاطين نوع ورد غير نمونه من نوع اللي ما يعول لو بيكمل سنتين وندمت اني ودرته ولا شليته وياي. بس ثانك يو شكرا للي طرشوا هالشيء الفنان المميز الغاوي وكبار كل وحده كبر القفعه ما بن صار وهذا الشيء بعد وهاي شبرياتي. شكرا ما شاء الله. امي تشوفين سنابات منو؟ خالد الحاندي. ما شاء الله في كل مكان خالد الحاندي. صورك من سنابك ما شاء الله عليك. شو اسمك بالله علي؟ موسى. موسى ايش حالك يا موسى؟ تمام ربي يعافيك. زين حبيبي كان حق الوالده؟ حق الوالده. اي والله اي والله يعني الله يحافظ على شان. امين يا رب الشيخ. هذا منو؟ هذا يوسف بن مرخان. ويا حافظ على بن مرخان مازين مازين هالعصيجينات يا بن مرخان. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا بن مرخان يعني الله يحفظك. ما شاء الله مازينك تبارك الرحمن تبارك الرحمن. انا ابوي خلفيدي يطول لي بعمرك. يا سلام تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن تحت بن حبيبي. سلم على فريج وعلى هل سلمت عليه وقال ثلج. عليكم السلام. يدين ثلج. اقول لك ليش ياكم ثلج؟ قال لي شو خوزي شو هذا؟ اقول لك اقول لكم اقول سلمت عليه يدين ثلج. شو رايك؟ قال ابوي توني جاي توني جاي من هذا. السلام عليك ابو محمد. انا طلبنا ساقه اليوم سووا لنا ساقه ومال خالدي طالع شو سووا لنا ها سقمريق قلنا لهم سووا لنا ساقه والخالدي ان شاء الله ما حد يشوفنا ويسمعك من اللي مسوي الساقه وهذا ها سقمريق.